السلام عليكم اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء اينما كنتم. عين عوده، وصلت لعين عوده، درت الرباط، طلعت من الرباط على الطريق ديال لونيب، هبط من لونيب وضربت واحد الدويره طلعت لهنايا لجهه القنطره. صورت الدراري اصحاب طوبي والدراري ديال المينور صحاب قنابل والمتفجرات، وراه كاين الفيديو تما كاين، صورت لهم البلاصه باش نفكرهم. ومشيت لهنا لسد الكيوسك، هذا الكيوسك عندنا مع ذكريات، هنا كان زريقه واحد السيده عوينات وزرقين هو ومرته ووليداتو خدامين، وفي هذا الكيوسك هو الوحيد اللي بقى. وهنا كندير واحد القهيوه كنا كنجيو نريحوا فيها هنايا، وكناكلوا الطويجنات عشينا شي غدا كنا نجيو لهنايا، والبصله كلها كانت حامضه. هو من هنايا كما نرتاحوا شويه وندخلوا نشوفوا عين عوده كيفاش دايره. عندنا واحد هذا ديال الجوده جديد، هذا خرج هذا جديد ديال فيلوز، واحد المذاق فيه زوين، هذا المذاق لذيذ. لا وخبيز ديالنا ودرنا فيه بيضه وفرماجه، حيت ملي كنكون انا خارج على المدينه ما كناكلش داك اللحام وداك الشيء فهمتي كيضرني، والماء جوج ديال الحوايج الماء ما كنبدلوش، كنشرب الماء ديال هادي كناخذ هادي صغيره كنشربها عاديه، ما نشربش الماء ديال الروبيني دابا يفرعني كيهلكني. دابا شي مدينه اللي بدلت الماء ديال المدينه صافي تيضرني. وخبيزه واو المسائل انا ارتاحوا تحت هاد الشجر، غادي نتوضاو غادي نصليو ونعم سيدي عليك الدور، ومن هنايا ان شاء الله نخرجوا للصخيرات نشوفوا شنو كاين عاوتاني، ونضرب واحد التيتور كبيره من الصخيرات ونربط على لاغوت كوتشي على الهرهوره، وندوز من تما كاينه ندخل في حالاتي للرباط. يلا تحيه خالصه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.